صح ما منعتني إني روح على الشرطة، بس خليت الأخرس يمشي وراي. هاي عاداتي، قلت له أوصى إذا خبرت. ليش شو عرفك باللي حكيته جوا وشو قلت لهم عنك هنيك؟ عندي رفيقة قريبة إلي كتير اسمها إبرو، هي مثل أختي. أنا وهي فكرنا بشغلة سوا، إنه الأخرس يقوص عليكي وأنا بفوت ركض لجوا. كنت رح أقول إنه تقوصتي بالغلط أو شي من هالحكي. طيب وهذا اللي صار؟ يا ترى لأيمت رح نضل عم نعد الأيام بدون ما نتجرأ نعمل شي؟ شكرك على العشاء. ويحرقني وانت مشغول بموقع الانشاءات، اي حقك، عن جد كتير تعذبت. ليك انا ما بدي منك شي بنوب، ما رح تفيدني اصلا، ما بدي منك غير توصلني لهالواطي. رح تقلي وين هو موجود، كيف ممكن اوصل له، ووين ممكن يتخبى. بدي بس معلومات، ما بدي منك شي تاني. أنا ما بعرف شي عنه. هذا البني آدم مثل الشبح الحقيقي. أنا سبق وحكيت لك حكايته. هو بعد ما طلع من السجن ما قدرت أعرف عنه أي شي. وأنا هيك لوقت ما وصلتني هدوليك الفيديوهات السخيفة. ما بآمن بوجود الأشباح. تصبح على خير.